شوفي الامر بسيط، لكن احنا يمكن انا مش عايز اتكلم فيه لان احنا عاملين تحقيق استقصائي فعلا على الموضوع ده. لكن اللي اقدر اقوله بشكل سريع انه بيع الشهادات العلميه متاح بشكل كبير جدا. انت لو رحتي عند جامعه عين شمس ولو رحتي عند جامعه القاهره تشوفي في ناس في يفط محطوطه، اللي عايز يعمل دراسه اللي عايز يعمل. وانا بحكم ده غير السنترز الوهميه اللي بتدي كورسز بتقول في ختم لجامعه القاهره وجامعه القاهره. لا 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 ده 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 دي حاجه تجاريه. لكن انا احتكيت بهذه المساله بحكم دراستي العليا وبحكم بحثي في الدكتوراه، انه في ناس مخصصه موجوده في سواء في الجامعات او في السناتر الموجوده بتاع الطباعه والكلام ده، بس ان هي بتقول لك انت عايزه ايه، انت هتعملي موضوع ايه، انت عايزه بيعمل لك الموضوع ويتفق مع الدكاتره وتروحي تناقشي ساعه المناقشه هو يجهز لك صفحه. وتبص تلاقي بقى كميه نصابين طالعه بالشهادات دي تقول لك الدكتور فلان الفلاني في معرفش ايه. تيجي بعد بقى ما انت يتنصب عليك تكتشف انه لا دكتور ولا حاجه. كتير جدا. يعني كتير. بقى الدكتور دي اسهل حاجه اسهل لقب. الازمه انه الشهادات مش الشهادات بتتباع، الشهادات بيتم التدليس في الحصول عليها. في ناس مخصصه بتصنع او بتعمل رسائل دكتوراه وانت عليك ان انت بس تدفعي. فين حمد؟